أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل آخر يقول: هل بلغ رتبة المجتهد المطلق أحد في الأمة بعد الأئمة الأربعة؟ وهل يعد شيخ الإسلام ابن تيمية مجتهدا مطلقا؟ ما نحصر الاجتهاد في الأئمة الأربعة، الاجتهاد المطلق ما نحصره في الأئمة الأربعة، لكن نقول منهم الأئمة الأربعة. أما شيخ الإسلام وابن القيم فهؤلاء ليسوا مجتهدين اجتهادا مطلقا، وإنما هم اجتهاد المذهبي، هم حنابلة، هم حنابلة. شيخ الإسلام حنبلي، ابن القيم حنبلي، فهم علماء مذهب يرجحون ما ترجح بالدليل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.